حكومات هذه الدول كيف تتعامل مع شعبها، وهي ترى التعاطف الشعبي، وهي ترى المظاهرات تخرج لدعم الفلسطينيين وحقه. لا، وبعض الدول بالمناسبة رفضت التظاهرات ولم تعطيها تصاريح في بداية الأمر، لكن المظاهرات فرضت ذاتها، ولم تستطع هذه الحكومات أن يفتضح أمرها، لأنه افتضح في البداية بإعلانها الحرب بجانب إسرائيل بحجة الرهائن وبحجة الإرهاب وما إلى ذلك من كل ما تعنيه الكلمة من معنى. لكن الآن كيف تتعاطى؟ ربما أصبح التعاطي بشكل مختلف، لأن إسرائيل أغرقت العالم في مستنقع من وحل هذه الحرب، ومستنقع التأييد لهذه الحرب، فانعكست الآن الصورة. وهنا نقول أن هذه الشعوب تستطيع أن تغير القرار، وتستطيع أن تغير حتى الخطاب الغربي والخطاب الأمريكي، لكن ربما هذه الحكومات تراهن على إطالة أمد الحرب، وأن تقوم بعملية امتصاص لشعوبها. مع الوقت يتراجع هذا التضامن، ويعود صناع القرار إلى المائدة السياسية، يطبخون. هم مستنين مرحلة اعتياد المشهد وتحول الموضوع إلى شيء روتيني. أحسنتي، نعم، هذا جميل جدا. نعم، هو الخطير في أمر غزة هو اعتياد المشهد، وأن تصبح غزة وأن تصبح فلسطين مجرد خبر عاجل في شريط إخباري. مع الزمن يعتاد المشهد على ذلك، وهم بالمناسبة حتى دولة الاحتلال تخطط لهذه اللحظة، لأنه عندما تصدع رؤوس العالم في مشفى الشفاء وهي تقول نحن على أبواب الشفاء، نحن الآن سنقتحم الشفاء، هي تروج لاقتحام هذا الأمر، لأنه عندما أسقطت قنابلها على مشفى المعمداني قبل ذلك جرت فضيحة كبرى وضجة كبرى. الآن هم يهيئون الرأي العام العالمي ويراهنون على الوقت أن تصبح القصة باردة، ينفذون فيها ما يشاءون من سياسة، وتصبح غزة قطعة منعزلة عن العالم. حتى الآن ما يجري في غزة وسط تعتيم إعلامي كبير، وما يتم تداوله هو بالكاد يغطي مساحة صغيرة من حجم المأساة وحجم الكارثة الكبرى. الآن الدبابات تصول وتجول في كل مدينة غزة وتقتل كل متحرك، وأنا قلت يعني مرارا في لقاءات عدة وآخرها أمس، بالأمس هناك صديق لي أخبرني أن ابنه الطفل استشهد بجوار مستشفى الحلو الدولي الذي لا يبعد سوى أمتار عن المشفى، وهو أيضا تحت وقع النار، عن مشفى الشفاء. وأخبرني أن ابنه الطفل استشهد أمام عينيه، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يستطيع أن يصله والكلاب تنهشه. الآن الجثث في الشوارع والكلاب تنهشها وهم يقتلون كل متحرك. هذا كله يدلل ويترجم لهذا العالم المنتفض الآن وهذه الكيانات الشعبية الكبيرة أن هذا الاحتلال احتلال ساقط أخلاقيا وقيميا وقانونيا. هذه المشاهد كانت بالتأكيد كفيلة لأن تكون الضجة الشعبية الإعلامية بهذا المستوى الذي نريد أن نؤسس عليها وأن نبني عليها. عظيم. لذلك ندعو هنا جالياتنا العربية والفلسطينية وسفاراتنا كلها للاستمرار في فعلها، سواء على مستوى الدبلوماسية الرسمية أو حتى على مستوى الدبلوماسية العامة الشعبية والرقمية، لأنها بالتأكيد أتت أكلها واستطاعت أن تسهم وتساهم بشكل كبير.